السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، عيد مبارك سعيد، تعيدوا وتعاودوا باش ما تمنيتوا ان شاء الله بالصحة والسلامة وطولة العمر. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، غندير لكم واحد الحلوة اقتصادية ديال البوق، غني على التعريف، كلشي وليداتنا انا شخصيا ولادي كتعجبهم ملي كانوا صغار حتى لدابا ملي كبروا الحمد لله، وكتعجبهم بزاف بزاف. بقاو معايا، طريقة التحضير والمقادير بسيطة جدا. عندي هنا قبيصة الملحة، عندي 250 غرام زبدة، ثلاثة البيضات، فانيا وحده، شاصية الخميرة ما غاديش نديرها كاملة، كاس ديال السكر الناعم او كلاصي او سكر ثقيل، كاس العنبة الزيت المائدة، ثلاثة المعالق ديال الفنشا او مايزينا. هادشي اللي عندي، والدقيق يعني نعبر معكم، عندي تما سبعة الكيسان حتى لثمانية، غادي نشوف شحال تهز ليا. صافي، وغادي ندير المقادير كاملة البنات، كلشي في خطرة وحدة، وغادي نخدمو. بسم الله بسم الله. هاد الحلوة كتجي ممتازة واقتصادية بزاف، معايا بنتي غتعاوني يا كسابة بسمة. نقول لهم صباح الخير المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يلا عيد مبارك سعيد، عيد مبارك سعيد، تعيدوا باش ما تمنيتوا ان شاء الله المتتبعين ديال ماما ديال امي. وهضري هضري معاهم، يلا هضري معاهم، هضري. قالت لك امي غادي نصور معك الحلوه، قلت لها زيدي تعلم، هنا كيتعلموا بنيتاتنا الصغار ووليداتنا البنات كثر. عندي سكر فانيلا، ندير شويه الخميره، ولكن ماشي دابا حتى نخلط هاد المقادير كاملين، ومع مايزينا بلاتي شويه. صافي بسم الله، وغادي نبدا. الزبده دائما تكون في حراره المطبخ. هذه جبتها من الحانوت، والله جبتها. شكون اللي جابها بسم بنتي؟ هضري بجد باش يسمعوك. سخرات ليا بنتي وجات ليا الصخره باش نصاوبوا الحلوه مع نشاركوها مع المتبعين ديالنا. ياكي وهضري، شنو تصاوبي دابا بنتي؟ صاوبوا حلوه. سميتها حلوه البوق. كتعجبك؟ اه. شحال كتعجبك؟ بزاف بزاف بزاف. بغيتي كبري تبغي تصاوبيها؟ ها نتوما كتسمعوا، هاد كاع عندي بنت بنتي. نبقاو هكا كنستمروا حتى نديروا يعني نخلطوا هادشي كله، وغنرجع معكم غير باش ما نطولش في الفيديو. بسم الله، دابا انا خلطت البنات، نبقى بسم الله نضيف الفرينه. بسم الله، كما قلت لكم من 7 الكيسان حتى ل 8، جوج ثلاثة. هاد البلا عندي كتهز لي كاز العنبة، أربعة خمسة. غندير الخميرة، ندير غير واحد بحال هكا النص، ندوزوها شوية في هاكي لويا مزيان، ندوزوها في الصفاية. واحد مكون اخر ما قلت لكم قبيله نسيت، هو كاكاو. نديرو غير شاصيه وحده، بغيتها تجيني ما تجيش ما تعطيناش نفس تعطيني اللون بني اللي بغيت، اللي بغى اللون كثر يعني تكون غاده اللون الاسود يجوج، لكن بغيتها تكون بنيه. من الافضل ندوزها في الصفاية. بسم الله، نبداو نخلطو. واحد المعلقة ندير مايزينا، مايزينا قلنا ثلاثة المعالق. بسم الله، اصلا داكشي اللي هنايا
صافي البنات انا جمعتها، هانتوما كتشوفوا العجينه اللي كتجي رائعه. صافي جمعتها وغنبداو نشكلوا فيها ان شاء الله. بسم الله نبدا نشكل انا. هو البوق هو هذا. بسم الله نجرب عليه شويه. بحال هكا مالك انت كاع مسلمتيش على المشاهدين؟ بس مسلمات قالت عيد مبارك سعيد. عيد مبارك سعيد، الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة. امين يا ربي، الله يعطيك الرضا. بحال هكا الصراحة البنات صدقوني كتجي هاد الحلوة رائعة فتية كدوب في الفم. لي ما بغاتش دير فيها كاكا وديرها عادي، حتى هذيك كتجي زوينه. انت لا تغطسوا لها هكا، تغطسوها شويه في الشوكولاط صافي، ولا تخليوها هكاك عادي. تحاولوا ديرهم متساويين قادين صافي. نبقاو هكا البنات غير باش ما نطولش عليكم الفيديو، الفكره هي وصلتكم، كنتمنى تعجبكم ان شاء الله. نتلاقاو ان شاء الله غادي نطيبها ونرجع معكم، وباقي نكون منها واحد الشكيل عاوتاني. بقاو معايا صافي. ساليت البنات، هذا هو الشكل، دابا ندخلو للفران ان شاء الله يطيب ونتلاقى معكم. بقاو معايا. العجب ليش صيب بس ما تبقى معايا. صافا البنات انا رجعت معكم، انا ساليت، انا خرجت هذا الطويل هذا راه شفتوه ديال البوق، ودرت هاد الوريضات تا هما نيت بالبوق، شكلتهم على هذا الشكل هكا، زوقتهم بداك الحبيبات ديال الحلوه. وهادو انتم كتشوفوا درت وحده فوق وحده وزوقتهم بهاد الفواكه المعسله، يعني عجينه وحده خرجت منها تبارك الله ما شاء الله ثلاثه تشكيلات، وممكن خرجت حتى لاربعه. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديالي، وما تنساونيش باللايك والاشتراك. وعيد مبارك سعيد، كل عام وانتم بخير، تعيدوا بالصحه والسلامه وطول العمر يا ربي. نتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو قادم ان شاء الله بحول الله. شكرا. ماما واش كاين؟